السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام مع الثعابين والأفاعي والحياة، والنهاردة هنتكلم عن نقطة محددة وهي لدغة الثعبان في القدم. لدغة الثعبان في القدم، وسوف يكون لكل شخص على حدة ولن أتكلم عموما. فبالنسبة للرجل، لدغة الثعبان له في القدم تدل على مشكلة في العمل. لو رأى في المنام أنه شفي من هذه اللدغة ستنتهي هذه المشكلة، وإلا فلا. يعني العكس صحيح، لو شاف في المنام أنه ثعبان لدغه في القدم وشاف أنه هو في المنام لم يشفى منها، في الحقيقة هذه المشكلة التي سوف تحدث له لن تحل، وستصيبه بخسارة سواء إذا كان في عمل، سواء إذا كان في ربح أو إلى آخره. ولو رأى أنه يقترب الثعبان من قدمه ويريد أن يلدغه، لو هرب منه لن يصيبه مكروه وإلا فلا. يعني لو اقترب منه وحاول يلدغه ولدغه، دي مشكلة. إنما لو هرب منه هذا المكروه لن يصيبه في الحقيقة. طيب، بالنسبة للمرأة المتزوجة، رؤية لدغة الثعبان لها في القدم ولم تستطيع أن تحرك قدميها، تدل هذه الرؤية على مشكلة كبيرة ستنال منها وستؤذى فيها. ولو لدغها الثعبان في القدم ولكنها لم تستطع أن تتحرك وجاء من يسعفها، لو تعلم هذا الرجل فإنه في الحقيقة هو من سيقف بجوارها ويحل لها هذه المشكلة. وإن لم تعرفه أيضا سيأتيها رجل غريب يكون سببا في حل هذه المشكلة التي ستقع فيها. طيب، لو جاء الثعبان لكي يلدغها في قدمها، سبحان الله العظيم، وهو يلدغها قاومته، يعني بيحاول وهو بيلدغ قومته، مثلا شدت الثعبان ما نالش منها، سوف تنتصر على أعدائها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، بالنسبة للمطلقة، لدغة الثعبان في القدم للمطلقة إذا حاول أن يلدغها ثم قاومت وقامت وقتلته، ستتعرف على من قام بإيذائها وخرب عليها بيتها، بل وسينتقم الله منه تبارك وتعالى إن شاء الله. طب بالنسبة للمرأة الحامل، لو أراد الثعبان أن يلدغها في قدمها دل ذلك على إصابتها بمرض ومع شديد الأسف، ولكنها لو قاومت أو قامت وقتلته فإنها ستشفى بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، بالنسبة للشاب، لو لدغه الثعبان في المنام في قدمه، هناك مشكلة سوف يتعرض لها، في مشكلة هتقع عليه. طيب، لو أراد الثعبان أن يلدغه فأمسكه سوف يتخطى هذه المشكلة. أما لو رأى أنه يربي ثعبان ويطعمه، يدل على أن هناك أشخاص مقربين ينبغي أن تحذر منهم. أما بالنسبة للبنت العزباء وبها ونختم، لو أن الثعبان لدغها في قدمها وقتلته، سبحان الله العظيم، سوف ينتقم الله ممن أراد إيذائها، وستمر عليها هذه المشكلة أو هذا الإيذاء بسلام إن شاء الله. أما إذا أراد أن يلدغها وهربت منه سوف تنجو من مشكلة كبيرة مدبرة لها. ولو رأت أنه يهجم عليها هناك صعوبات بالحياة سوف تقابلها. هذا كل ما يخص لدغة الثعبان في المنام. انتظرونا في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.